في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، أسفرت جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع في مجالي الأمن العام ومكافحة المخدرات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 575 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 21 مديرية أمن، وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل وسرقة وسلاح ومخدرات، وضبط معهم 202 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 91 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 670 قطعة سلاح ناري أبرزها 91 بندقية و61 بندقية آلية و39 مسدساً و479 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و75 خزينة، إضافة ل 1430 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 372,274 حكماً قضائياً، من بينهم 1,369 حكم جناية و142,920 حكم حبس و172,663 حكم غرامة و5 و50,322 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 14 متهماً قاموا بارتكاب 10 حوادث سرقة متنوعة، وتم كشف غموض 64 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 108 متهم، وتم إعادة 16 سيارة مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 2215 قضية إتجار في المواد المخدرة بإجمالي 2426 متهماً، من بينها ما يزيد على 1180 ونصف كيلوغرام من مخدر الحشيش وحوالي 1841 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر، وكمية من مخدر الهيروين وزنت أكثر من 135 ونصف كيلوغرام، وضبط قرابة 33 ونصف كيلوغرام من مخدر الآيس الشابو، إضافة إلى حوالي 65 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 34,836 قرص مؤثر و 17,865 قرص ترامادول مخدر وعدد 2,023 قرص كيبتاجون مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 124 مليون جنيه. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 3 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان.